أرجوك تنسى كل الكلام اللي قلته لك دلوقتي. عزيزة أنا من فضلك تخرج. أخرج. طويل الناب انت. حتى انت يا بروطة مظلوم والله على ما اقول شيء، والنبي الست دي انا لم امسسها بوتيتا. وايه اللي هيخليك تتجوزها؟ بحبها. طب بتعيط ليه؟ علشان هتجوزها. وهي عزيزه روح فوق عماله هتموت نفسها من الزعل. زعل ليه؟ علشان هتجوز اختها؟ لا علشان هيجوزوها للباز. طب وانت ايه اللي مزعلك؟ ايه الانسانيه يا اخي. اه عندك حق. بنت حلوه زي دي مش حرام يرموها في ايدين واحد ما بتحبوش. طيب ما تشد حيلك وتخلصها وتتجوزها انت. لتاني مرة أقول لك إحنا مش جايين هنا نحب ونتجوز، إحنا جايين هنا نخلص مأمورية مهمة. صحيح؟ آه. طيب والإنسانية دي؟ لا يا أستاذ، الساعة بقت الساعة 10، يلا. طيب حاضر. أنت مستني كيلو. الجمال على الضيوف. مرحبا يا فندم. مبروك يا حسن افندي. الله يبارك فيك. يعني ما سالتنيش مبروك علشان ايه؟ علشان ايه يا اخي؟ ايوه اصلا سمعت خبر انكم رايحين تتجوزوا بنات الريس حنفي. طب وافرض ان احنا هنتجوزهم، انت دخلك ايه؟
أما شيء بارد يا أخي. أنا دخلي إيه أنا؟ الله. أنا شيء بارد أنا؟ إيه؟ طب بشرفي أنا، الجوازة دي ما هتتم أبداً. لا هتتم، غصب عنك، وأنت اللي هتمسك الشمعة كمان. الشمعة دي تحطها في عينك. ده إحنا بار، عيب الكلام ده. وأنت كمان بتعرف تتكلم يا أهبل أنت؟ حقك عليا، ما تزعلش، في صحتك. صلاة النبي أحسن. ما عنديش رخصة. وانت؟ هو اللي يجي هنا لازم يكون برخصة؟ هتسوق الهبالة عليا انا راخر ولا ايه؟ البطاقة الشخصية. ملياش شخصية. يعني ما معكوش أي أوراق أنت تخلق؟ طب انجر أنت واقف قدام على الكراكور. والنبي يا شاويش سيبنا الله يخليك، أنا يتيم وخاطب عذراء الربيع. هتمشي بالتي هي أحسن وإلا ما ولاش. يلا تسمح لي يا شاويش بس اجيب المنديل. يا جدع امشي بقى بلاش نزاع. والنبي ينجح لك المقاصد، الله يخليك اجيب المنديل وامشي. اللهم طولك يا روح. معلش والله علشان خاطري يا شاويشنا خليه يجيب المنديل بتاعه، اصلهم اغرب وهماش من هنا. انا قلت مش ممكن، يعني مش ممكن، وكلام المري ده يراد. طب تسمح لي انا اجيب المنديل بتاعه انا؟ لا مش عاوز عشان خاطر وشك. يلا اتفضل يا سيدي. استنى يا اسماجيه. اتفضل. شكرا. سعيده يا وسوس. جالة شي سي بارتو جالة حد ايه المهاب بتاعك؟ يا ساتر يا رب اللهم اجعله خير. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ يمكن حسن وابن حميد وشاف النور جايين يقعدوا معانا شويه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا بزفندي، ازعجتنا. اسكت، انا قلبي دليلي وفيها شيء لله. ده شيء معروف يا بدفندي. انت عارفه الولدين اللي ساكنين عندكم دول؟ حسن وابن حميد وماله؟ دول طلعوا تجار مخدرات اندال. يا خبر اسود والله. كلام ايه اللي بتقوله ده يا بدفندي؟ اللي حصل، وهو البوليس ماسكهم نايمين دلوقتي في السجن. اتابي يا اخويا الفلوس عندهم زي الرز، هات خد هات خد. الحمد لله اللي ربنا نجانا منهم. وانت يا ام حميده كان كل عشمك تجوزيهم للبنات. ابدا والنبي يا اخويا، انا عملت الترتيب على حميده بس، كان جوازها بابن حميده وجوازها عزيزه الخميس الجاي. وقبل حميده يتجوز حميده؟ قبل يا جدي، وبقى هيطير من الفرحه.
وقلنا عودتك اتفاكت يا باز افندي. يعني لو ما كانش اتقبض عليهم كنت اتجوزت عزيزه انا؟ اه والخميس القادم يا وش الساعه. طب والعمل ايه دلوقتي؟ هي فيها عمل؟ استنى بقى 3 4 سنين لما نشوف عريس لحميده. هي دي حاجه سهله يا حبيبي. ما تروحوا البوليس دي عارفه وتشوف لهم حل. اروح فين يا ولية؟ تجار مخدرات اروح اتوسط لهم؟ معلش تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. صباح رباح يا معلم حنفي. اما ابقى اشوف طريقه انا. تصبحوا على خير. خير؟ خير من ايه؟ انا من ساعه ما حبستيني في خانه اليك وانا قلت الليله دي مش هتنتهي على خير ابدا. جت الحزينه تفرح ما لقيت لها مطرح. حسن وحميدو، حسن وحميدو مالهم؟ ماتوا؟ يا ريت يا بنتي اسخم. اتجوزوا؟ يا ريت يا بنتي اسخم واسخم. مصلحة الضرايب حجزت عليهم؟ اسخم واسخم واسخم. ما ايه بس في اكثر من المصايب اللي قلناها؟ قبضوا على خطيبك يا عروسه. ابن حميدو؟ ابن حميدو تاجر الحشيش. يا ما فاتنش. ما تفاتنيش ياما، تفنيني في تربه وحنطيني. يا عين عليكي وعلى بختك يا اختي يلي ما فيش جواز ليكي بتتم من الاخر ابدا. عن مين وصابت فيا ياما؟ اخرتي كانت وحشه كده ليه يا اخواتي؟ برضو جاله. انت وقعت ولا الهوى اللي رماك؟ والله يا ابني ما انا شايف ابنك. مرحب مرحب، حصلت البركة. الله يبارك فيك. ازيك؟ الله يسلمك، وحشني موت موت موت. ان شاء الله ما تشوفش وحش. ما شوفش وحش، ما انا شفتك اهو. المخدرات اللي في المنديل دي بتتاجر فيها ولا بتستعطاها؟ معلش نبي، حقك علي. سمحنا بقى. انت عارف عقوبتها كام دي يا حلو؟ كام؟ 25 سنة يا جميل، ربع قرن يا رفضي. وانت يا واد يا هلفوت، انت شريك ولا هتدعي الانكار؟ يا شاويش، القضية دي جناية ولازم تعرضها على المأمور في الحال. مأمور؟ هو المأمور فاضي عشانك انت يا هلفوت يا ابن الهلفوت؟ امال ايه رأيك؟ ايه رأيي؟ رأيي انكم تشربوا في السجن تحدي صباحا لما يجي حضرة المأمور. جرهم يا عسكري على السجن. يلا قدامي. وتوصب اخينا ده عشان معرفة قديمة. حاضر. هي من ايام الجيش. قول. والله وجعت يا ولد. خش. وانت كمان. فينا. السلام عليكم يا رجاله. اهلا. مساء الخير. اسمع، انا عايز اعرف ايه اللي جاب لك حته الحشيش دي. والله علم علمك، لكن انا دلوقتي صدقت المثل اللي بيقول ياما في الحبس مظاليم. والبنات هيقولوا علينا ايه دلوقتي؟ يقولوا علينا ايه؟ حشاشين. حميدو تعال هات ايدك. ايدي؟ اه ايدك كده كده كده. ما تكلمات. شيل ابن حميدو. عزيزة؟ ايوة عزيزة اللي ربنا نجاها منك يا حشاش انت. حشاش؟ مين قالك الكلام ده؟ الباز افندي قال لنا على كل حاجة. الباز افندي؟ ايه مش عاجبك؟ على الاقل راجل شريف مش زيك حشاش. فاكر لما دخلت ورايا الاوضة وقعدت تكلمني؟ تمنيت ساعتها انك تتجوزني بدل الباز. كنت مغشوشه فيك وفاكره نفسي ان انا بحبك. وبعد ما خرجت قعدت اعيط لوحدي في الاوضه زي المجنونه. انما دلوقتي انا بقيت اسعد انسان في الدنيا، لاني سمعتك بتقولي بلسانك انك بتحبيني. كنت. ودلوقتي بس حسيت بالسجن والقضبان دول، لان لولاهم كنت بوست شفايفك الحلوين
اللي سمعت منهم أجمل كلام في حياتي. عزيزة وقف، وانا بتوطي علشان أشوف ابن حميدو أنا كمان. الله، إيه مفيش فايدة، أنا مش هشوفك ابن حميدو. أيوه حميدة، ما تنزل بقى سروميو. يا نهار اسود، أنت إيه واكل زلط؟ إيدك بقى هتدور عليك أنت يا عم، اعملها لي كده. أخينا هتغيب كتير يا ابن حميدو. والله إذا كان حظي كويس هغيب 15 سنة بس. ما تقلقيش يا حميدة، إذا غبت ما تخافيش جايلك. ما تعرفش تهرب يا ابن حميدو؟ أهرب؟ يا نهار اسود، عيب يا حميدة، ده أنا راجل مواطن شريف وشرفك عندي. أنا مواطن شريف. الوداع يا مواطن، جود باي يا شريف.